السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نتعرف على حضرتك. معك محمد صالح جافي، طالب طب سنة تأسيسية في بريطانيا. أهلا وسهلا أستاذ محمد. حضرتي معنا النهاردة برنامج الكوتشينج برئاسة البروفيسور دونالد ويتمو، برنامج من معهد الإنتاجية مع الدكتور مصطفى كامل. إيه رأي حضرتك في التجربة واستفدت إيه من البرنامج؟ التجربة أنا من المسمى اللي شفته أنه بيكون عن الكوتشينج يعني التدريب، اكتشفت أنه بعدين طلع أكثر من بس الكوتشينج، طلع فيه تنظيم الوقت، تعامل مع الآخرين، تعامل مع نفسك مع مشاكلك أنت كيف تحلها، وكيف تساعد الناس أنهم يساعدونك أنك تحل مشاكلك، الإلقاء، يعني أكثر شيء اختلف وياي تقريبا تنظيم الوقت، لأنه من خلاله أنا اللي فهمت أن الدكتور أنه من خلال تنظيم الوقت تقدر تسوي أي شيء في راسك ما كنت تقدر تسويه من أول، بس كل اللي تحتاجه هو الوقت أنه يتنظم معاك وبتمشي أمورك بكل سهولة. ممتاز أستاذ محمد، دي أول تجربة لك مع شركة ميدكس. نعم. كيف كانت اشتراكك في البرنامج؟ احكي لنا نعرف القصة. القصة ما فيها أنها كانت واحدة من أهلي مشتركة مع شركة ميدكس، قالت لي أن عندهم برامج ودورات حلوة، كنت بروح أشوف معاها، رحت وتعرفت على اللي موجودين، الستاف اللي موجود ما قصروا وياي، ساعدوني في كل شيء، رواني الدورات كلها اللي كانت متوفرة، وللحين قاعدين يقولون في دورات أخرى ممكن أشترك فيها. اشتركت في هالبرنامج وصراحة ما عمري ندمت اشتركت في أي برنامج. لو أني ما اشتركت في البرنامج كنت بند، لأنه فعلا واحد من أفضل البرامج اللي اشتركت فيه. ممتاز. إيه رأي حضرتك في التعامل مع خدمة العملاء وشركة ميدكس؟ صراحة خدمة العملاء اللي موجودين في شركة ميدكس صراحة ما قصروا وياي، من ناحية أنه ساعدوني في الاشتراك، ساعدوني حتى في الدورة نفسها، التعامل كانوا يطرشوني نفس الأوقات اللي راح تكون فيها الدورات، من ناحية اللي هو المساعدة حتى بعد الدورة، إنهم يساعدون الشخص بعد الدورة إذا كانت عنده مثلاً ظروف صارت ممكن إنه يرجع يستشيرهم أو إنه يستفسر، يعني يستفسر عن أي شيء عن طريق بس رسائل أو أي شيء. ممتاز أستاذ محمد. تنصح ناس تانيين يحضروا البرنامج أو برامج مع ميدكس أو يتعاملوا مع ميدكس؟ أنصحهم بالشدة بعد، لأن صراحة البرامج اللي يقدمونها في برامج غير هذا البرنامج اللي أنا كنت مشترك فيه، أنا للحين ما اشتركت فيهم، لكن بإذن الله أني بكون مشترك فيهم. أنا من بعد ما اشتركت في هذه الدورة أنا حسيت أني اختلفت يعني 180 درجة، حياتي تغيرت، أسلوبي في الحياة، تنظيمي لها تغير بالكامل. شكرا جزيلا أستاذ محمد، وبالتوفيق إن شاء الله. وياك.